السلام عليكم أعزائي المتابعين، يا هلا مرحبا فيكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع، واللي راح نشوف فيها اليوم راح نفتح السيشن في برو تولز حق أغنية تبين عيني. الأغنية طبعا المعروفة الوطنية البحرينية، هاي الأغنية طبعا غناها الفنان الكبير إبراهيم حبيب، وحصل لي الشرف خلال فترة الأسبوعين الماضيين أني أنا طبعا أن يزورني الفنان إبراهيم حبيب في الاستوديو وأقعد معاه ونسجل جزئية بسيطة من هذه الأغنية حق عمل إعلاني أو عمل دعائي. طبعا العمل انعرض في خلال فترة الأعياد الوطنية لمملكة البحرين، وفي أيضا لوصلة على اليوتيوب راح أخليها في وصف هاي الفيديو عشان تشوفون الفيديو مع الموسيقى. بس اليوم أنا حبيت أني أنا أفتح السيشن هذا قدامكم وأتكلم معاكم في الأقسام المختلفة في السيشن نفسه في الأغنية. مدة الأغنية طبعا دقيقة واحدة، وعدنا مثل ما أنتم شايفين هنا مجموعة من التركات. بس قبل ما نبتدي في تفاصيل كل التركات، خلوني أشغل لكم الأغنية الأول من البداية ونسمعها مع بعض، وبعدين نبتدي نتكلم في كل تراك اللي موجود ونتكلم عن الإفكتات وشلون استخدمناهم. نسمعها مع بعض الحين. تبين عيني لشعيوني أنا وكل ما أملك في دارك يا شوق لي، إذا أبعت تناديني يقول أنت عزيز الراس وأهلك من عز الناس، يقول أنت عزيز الراس وأهلك من عز الناس، يقول أنت بحريني، يقول أنت أنت بحريني. هذه طبعا كانت الأغنية، أغنية طبعا الأصلية أطول من هاي بكثير، بس إحنا خذيناها أو خذينا مدة دقيقة واحدة واللي هو القسم مال الكورال حق الأغنية نفسها. أوكي، خلونا نتكلم شوية في بعض التفاصيل عن هاي التراك. لو تشوفون هني نسوي شوي نكبر التراكات عشان نعرف شو السالفة. طبعا قبل ما أتكلم في كل تراك وكل الإفكتات اللي إحنا استخدمناهم في مرحلة الميكس، أحب في البداية أني أشكر الفنان البحريني الرائع محمد المرباطي على مساهمته الكبيرة في هاي العمل. هو طبعا أرسل التركات كلها لي على طريقة الويف، واشتغلنا مع بعض يعني في إنشاء هذه الأغنية من البداية للنهاية وتركيبها وتسجيلها والميكس والماستر كلها السوالف هذه. فتحية كبيرة جدا للفنان محمد المرباطي. أوكي، خلونا نشوف الحين البيس اللي عندنا هنا، نشوف التركات هنا كلها. نبتدي بالبيس. البيس طبعا نسمعه بروحه. ما استخدمت وايد إفكتات على البيس، مجرد الكمبرسر اللي هو CLA2A، يعني خلال التراك كله يمكن أنا أحصل على -3 إلى -4 dB، بس على أساس أن يعطينا consistency أو يعني توازي أو تساوي في مستوى الصوت خلال التراك كله. عندنا أيضا مجموعة من الجيتارات، هاي الجيتار مفروض يكون هي الجيتارات، هاي الجيتار طبعا هو distortion جيتار يعدنا بس في المقطع الأخير من الأغنية. بس يقول هذه الجملة. الفكرة في الدقيقة هذه كلها ان احنا لازم يكون عندنا build up او نقعد ان احنا نرفع في مستوى التنشن او الحماس مع الاغنية نفسها من البداية للنهاية. فبتلاحظون يعني الاغنية تقريبا تنقسم الى نصين، النص الاول هنا هاي يعني ما راح يكون فيه آلات كثيرة، وعندنا الربع القبل الاخير هنا هاي يبتدي البيلد اب يصير ان احنا نبتدي ندخل الآلات اللي راح ترفع من التنشن او من الحماس في الأغنية. وطبعا الربع الأخير هنا في كل الآلات على مثل ما تشوفون هنا كل الباكينج فوكلز بعد كلهم يبتدون يون في الربع الأخير من الأغنية هذه. شوفوا الدرامز مثلا، عندنا مجموعة من الدرام سامبلز، عندنا هاي اللوب، اوكي هاي طبعا له الايقاع السواحيلي، عندنا ايضا هذا هني،
وهاي أيضا نوع درم ثاني من نوع الدزة، وهاي أيضا إيقاع آخر سوي لير مع الإيقاع الثاني. وهنا عندنا الكيك مال الإيقاعات، بس مجرد الكيك. بس عشان يعطينا شوية كيك أقوى في اللي هو الداون بيتس. عندنا أيضا طبلة هنا. هاي طبعا تي عندنا قبل ما يصير البيلد اب كامل في اللي هو الربع قبل الاخير. وعندنا مجموعه من الافكتات هنا، هاي حق طبعا بس الاماكن اللي راح تكون فيها الترانزيشنز او التحويلات، بس عشان تعطينا يعني احساس ان هاي التحويله تكون يعني صوتها افضل او تصير النقله بشكل سلس اكثر. عندنا مثلا تشايمز. اوكي، هاي التشايمز طبعا يون لما قبل ما ندخل في الربع قبل الأخير. وعندنا أيضا مجموعة من الإفكتات اللي هي ممكن تكون في النص كذي مثل هذه هنا. هاي بس أساس يعطينا شوية أكسنت مختلفة. عندنا أيضا هاي الإفكت، هاي طبعا بيكون أساس إنه نوع الريفرس صاير عشان يعطينا قبل ما يبتدي اللي هو تبتدي المازورة الجديدة كان ريفرس بيلد اب عليه عشان الداون بيت يكون واضح اكثر. عندنا ايضا افكت اخر هنا، هو تقريبا تكملة الافكت اللي قبله بس عشان يكون داخل في البداية ما يصير انه مرة واحدة اختفى هاي الافكت. عندنا ايضا هاي الصوت، هذه مجرد اللي هي كان يعني بيقول شيء ويسكت بيقول شيء ويسكت بس على اساس انه هو يعطينا شويه فاريشن في الفيلينج نفسه مال الريتم اللي قاعد يمشي حق الاغنيه. شوف عندنا ايضا هاي افكت اخر، هاي عشان السكتات ما تكون فاضيه يعني ما يكون مكان اللي فيه سكته ما يكون فيه ولا شيء، فهاي النقطه مثل هاي نوع الواتر دروب تقريبا تعطينا افكت حلو كذي. بنسمعها بعدين طبعا مع الميكس بتشوفون شلون صار الافكت مالها. عندنا ايضا هاي الافكت، هذين كلهم طبعا لو تلاحظون هاي وهاي وهاي جزء من اللي هو الريفرس افكت قبل ما تبتدي المازورة الجديده تدخل. نفس الشيء عندنا هنا، هاي لا هاي مجرد اي ايضا حق بعض الاماكن هو اللي يسكت فيها الغناء، لو تلاحظون هنا قبل ما يبتدي الغناء حتى هي تدخل هاي الساوند افكت. وايد عندنا افكتات. لا اوكي، عندنا هنا بعد ايضا هذه حق قبل ما ندخل في الربع قبل الأخير من الغنية حق البيلد اب بعد يكون أقوى من كذي. عندنا طبعا يبتدي ندي في الجيتارات، عدنا هاي الجيتار اللي هو الإلكتريك جيتار، اسمع صوته. هاي طبعا عليه افكت عن طريق اللي هو الباس سند، مسوي له سند حق الريفرب مال الجيتارات اللي هو هنا، مستخدم اللي هو طبعا الايست ويست. هاي الايست ويست حق الافكتات مال الجيتارات، ماخذ اللي هو البريسيت مال اللي هو الكلاسيك جيتارز ومعدل عليه شويه، مزيد على اللي هو الويتنس والدراي، والبري ديلي ايضا غير عليه شوي. فهاي طبعا الافكت موجود على السند بس، ومنه هو يغذي كل أو أغلب الجيتارات أو التراكات مال الجيتارات اللي موجودة في الأغنية. عندنا أيضا له النايلون جيتار هنا، يعني شوف إذا مثلا سويت كوبي عليه حق الإفكت بيكون موجود هنا، نسمع وياه.
اوكي هاي طبعا ماشي ويا الغناء الى نهايه الاغنيه تقريبا. عندنا ايضا لهو الجيتار اللي يقول الميلودي في اماكن مختلفه هنا. هاي بس عشان يعطينا الاكسنت شويه. نفس الشيء هنا بعض الاماكن بس انه يقول كذا نوتة بس عشان انه هو يعني يكون كأندرسكور أو إنه يكون كآلة مصاحبة حق بعض الجمل اللي قاعد يقولها المغني. عندنا أيضا تركيش عود هني نسمعه. كان المفروض إنه هو يكون يقول العود ويا القانون في البداية نسمعهم والقانون بعدين. مجرد انه هو يقول ويا المغني يعني كأنه آلة مصاحبة بس حق الغناء. خلينا نسمعها من البداية. اوكي فهم يقولون تقريبا نفس الشيء في البداية. القانون بعدين يقول ويا المغني. يعني مجرد انه هو يقول نفس اللي قاعد يقول المغني بالضبط. وتعمدت ان تكون المعزوفه مالت القانون ما تكون يعني بيرفكتلي ويا التايم وهاي على اساس انه يبين انه في شويه اختلاف كانه عازف حقيقي هو اللي قاعد يزف. مع ان العازف الحقيقي اكيد بيكون احسن مني مليون مره بس يا انه مجرد يعني يكون هاي الايفكت موجود تحت صوت المغني. نجي نشوف البيانو. البيانو عندنا هاي الجزئية هنا قولها من البداية أيضا. أيضا ما قاعد يقول كل شيء بس قاعد يقول جمل معينة. هاي بعد هاي البيانو. عندنا أيضا بيانو الثاني اللي هو المين بيانو أيضا قاعد يقول. بس مجرد accompaniment يعني حق المغني. هاي البيانو عندنا تقريبا طول الأغنية قاعد يقول هاي الموسيقى أو هاي اللحن تحت صوت المين فوكلز. عندنا السترينجز. عندنا والله مجموعة من السترينجز ثلاث أنواع من السترينجز. ما قاعدين يقولون طول الأغنية بس قاعدين يبتدون يون من الربع قبل الأخير حق الأغنية عساس أنه يبتدون في البيلد أب وهما منتهيين مع الأغنية نفسها. ففي البداية عندنا بس هاي السترينج يقول هاي الجملة. لو تلاحظون هوية بقية الميكس شفت شلون؟ يعني يعطينا أكسنت حلو أو كاونتر ميلودي حلو ويا بقية اللي هو المين ميلودي. في النهاية هنا عندنا خلنا نسمع السترينجز. عندنا مجرد أنهم يجون في النهاية عساس أنهم يسوون البيلد أب. لو نسمعها ويا بقية المكس. يقول انت عزيز الراس وينك من عز الناس. يقول انت بحريني. يقول انت بحريني.
اوكي يعطونا حلوه الجمله شذي على نهايه الاغنيه هذه. اني الحين حق عندنا توي بيانو هنا بعد تقريبا شغال ويا التراك كله بس ما قاعد يقول وايد. يقول ايضا بعض الجمل هنا. هاي طبعا التراك حق الجايد بس مجرد جايد حق الفوكل لأنه كان لازم يكون عندنا شيء حق المخرج مال الفيديو يقدر يشتغل وياه. فاحنا كنا مستخدمين جايد فوكلز طبعا ما استخدمناه في النهاية بدنا مثل انتم شايفين هنا. اني الحين حق الفاينل فوكلز بتلاحظون ان في كذا واحد منهم لأن كنا قاعدين نجرب كذا شغلة قبل ما رسينا على اللي هو هاي التراك اللي هنا. الفاينل فوكلز طبعا عندنا انا احب دائما اخلي الاشياء سيمبل ما احب استخدم وايد افكتات حزه المكس. دائما اعتمد ان التسجيل يكون صح قد ما اقدر في اول ستيب اللي هي خطوه التسجيل لما يسجل المغني او لما يسجل اله موسيقيه. قد ما اقدر احب ان اخلي التسجيل كلين من البدايه على اساس ان بعدين حتى في الايديتنج ولا في الميكسينج ما استخدم افكتات وايد ولا احتاج ان اسوي مثل ما يسمونه سيرجيكال ايديتنج يعني ان ايديتنج مع عمليه جراحيه. فطبعا استاذ ابراهيم حبيب ما راح يعني اعلق على صوته ما شاء الله ممتاز ورائع ويعني هو اللي شايل الاغنيه والاغنيه الاصليه ايضا. فما احتجت اني اسوي وايد على افكتات غير انه ممكن شويه طبعا اي كيو على اساس ان احنا نضبط في بعض الفريكوانسيز يعني خلينا شويه افتح نزلنا على ال الميد لو اريا هني شويه سوينا له شويه بوست في الهاي من 4K الى 16K كان شويه صاير في بوست هني مثل ما انتم شايفين. وطبعا عندنا الافكتات اللي هي مالت الريفرب حق المين فوكلز. الريفرب انا استخدمت نوعين من الريفرب. عندنا هني واحد اللي هو سلاب ديلي. هاي السلاب ديلي طبعا استخدم اللي هو الاتش ديلي من شركه ويفز. بنختار انه هو طبعا يكون السلاب ديلي على انسرت ونعطي شويه فيدباك يعني اقل من 10 يعني حدود 10 او 11 ويكون الاماونت مال الديلي نفسه تقريبا ما بين 72 الى 75. هاي النوع الاول وانا مستخدم طبعا الديلي كريفرب هني. اوكي اذا حابين يعني تعرفون ليش انا مستخدم ديلي كريفرب في عندي بوست على الانستغرام يشرح هاي الحركه بالضبط شلون فائدتها وشلون ممكن الواحد يحصل على صوت ريفرب بس عن طريق استخدام الديلي. حط لكم ايضا رابط الانستغرام تحت في وصف هالفيديو. الريفرب الثاني اللي مستخدمه حق الفوكلز هو الابي رود بليتس. طبعا انا مستخدم البالاد فوكل ومعدل عليه شويه مزيد على البري ديلي وعطينا شويه اللي هو الدراي والوتنس 100 بس يعني ما كان في وايد تغييرات في الريفرب نفسه. والنوعين من الريفربز مسوين لهم على بس وسند الى المين فوكلز هنا مثل ما انتم شايفين. عندنا واحد منهم تقريبا ات 100 يعني اللي هو تقريبا الى 0 وواحد منهم تقريبا الى ما بين 12 الى 13 هنا تقريبا. هاي المين فوكلز اللي نسمعها بروحه. تبين عيني لشعيوني أنا وكل ما أملك. لو تلاحظون هاي الفيدر قاعد يشتغل ليش؟ لأن هاي أنا مسوي أوتوميشن على الريفرب نفسه مثل ما أنتم شايفين هنا. هاي خط الأوتوميشن حق الريفرب. فأنا لما أستخدم هاي الطريقة من الريفرب شو أسوي؟ أحرك الريفرب نيكون نازل مستوى تقريبا بس قاعد يرتفع مع نهاية الكلمات في كل فقرة أو في كل جملة. هاي يعطينا إفكت حلو إنه هو يعني ان نهاية الجملة او نهاية الكلمة تكون لها افكت اوضح خاصة اذا في اماكن الموسيقى تسكت فيها. الريفرب طلعته يكون يعطي طبعا الجمال اكثر على طريقة الالقاء او طريقة الغناء نفسها. في النهاية هني مثل ما شايفين انا مصفر الريفرب نفسه فلما يخلص الغناء كامل فاخر شيء بند الريفرب بشكل كامل. في ايضا اغاني استخدمت فيها الريفرب بطريقة انه يكون ما في ريفرب حتى أصلاً في البداية كلش إلى أماكن معينة يبتدي يدخل فيها الريفرب. ويعني اللعب في الأوتوميشن مع الريفرب النتائج تكون كلش حلوة.
عندنا ايضا هني الباكينج فوكلز، مجموعه من الباكينج فوكلز. اوكي، هاي طبعا كلهم نفس الشخص مغنيهم بس ببيتش مختلف او من اماكن مختلفه. لو نسمعهم مع بعض. انت بحريني، عليهم شويه اوتوتون طبعا عشان بس نضبط السالفه. وبس جايين في النهايه هنا، يعني حتى كان في موجود منهم من قبل بس يعني حسب الفيديو اللي كان اللي قاعدين نشتغل عليه كان بس اخر سين هو اللي يطلعون فيه كل الناس في الفيديو ويغنون يقولون انت بحريني. ف it makes sense انه بس يطلع الباكينج فوكلز بس في النهايه هنا. فهاي كان قرار بيست على الفيديو اللي احنا كنا قاعدين نشتغل عليه. الباكينج فوكلز طبعا احنا مستخدم عليهم ايضا ريفرب، واحد من الريفربات اللي كانت موجوده عندنا مال فوكلز. وعندنا ايضا اللي هو سي ال اي فوكلز على السب ميكس مال الفوكلز نفسهم. مستخدم هاي سيتنجز اللي انتم شايفينها هنا قدامكم اذا حابين تاخذون منها المعلومات. هاي يعطينا الفوكلز نفسه تحسه يكون اقوى واكبر. يعني خلينا نجرب نستخدمه بدونه. انت بحري، هاي بدون سي ال اي فوكلز. الحين اذا شغلنا سي ال اي فوكلز، انت بحري، تحسون يعني صار اضخم الصوت حق الباكينج فوكلز. اوكي، هاي بالنسبه حق الباكينج فوكلز. بالنسبه حق الميكسر هنا، طبعا ما بتكلم على كل تراك شنو استخدمناه، هاي بشكل عام الميكس شلون كان على كل واحد من التراكات هذه. او بالنسبه حق التركيش قانون احنا استخدمنا الايست ويست كوانتم ليبرا، آلة القانون اللي عندهم هنا او العود عفوا، هاي استخدمناها من هاي المكتبة. والمكتبة القانون أيضا من إيست ويست اللي هي كوانتم ليب سيلك. بالنسبة حق السترينجز نسيت أذكر نقطة واحدة اللي هي الإفكت اللي كان موجود على السترينجز هو أيضا سبيسز إيست ويست سبيسز 2، وهاي السيتنج مال اللي هو الهول، أعتقد كان أوركسترال هول. هاي بشكل عام السيتنجز مال الفيدرز اللي موجودين حق الميكس. بالنسبة حق الماستر فيدر، طبعا الماستر فيدر عادة أنا أستخدم اللي هو الورم أوديو بس كمبرسر، راح أخلي لكم صورته هنا. هاي طبعا هو هاردوير كمبرسر يستخدم كجزء أيضا من عملية الماسترينج، فأنا أستخدم هذا بشكل أكبر بس حق يعني الهدف من هاي الفيديو هنا. استخدمت اللي هو الأوزون برو، هاي طبعا هي جزء من مكتبة اللي هو أو السبسكريبشن مالت الأوزون. مستخدم عليه إيكولايزر، نوع من الإيكولايزر والإي كيو هني أيضا اللي هو دايناميك إي كيو، ماكسيمايزر اللي هو الليمتر عشان بس نحن نرفع من مستوى الصوت بشكل عام، وفينتج كمبرسر آخر أوكي عشان يعطينا بعد اللي هو البالانس اللي حنبي، إضافة إلى إيميجر اللي هو ستيريو إيميجر عشان إنه يكبر أو يعرض من السبكترم مال الصوت اللي عندنا إياه هني. فهاي السيتنجز مالت الماسترينج اللي انا الحين حطيتها هنا. هاي بشكل مختصر يا شباب السيشن اللي احنا استخدمناه حق اغنيه تبين عيني. قبل ما نروح نسمعها بس مره واحده اخيره، نسوي هنا زوم اوت، نسمع الاغنيه مره واحده بس قبل ما نختم الفيديو. تبين عيني لشعيوني أنا وكل ما أملك في دارك يا شوق لي، إذا أبعت ناديني يقول أنت عزيز الراس وأهلك من عز الناس، يقول انت بحري
وفي الختام يا جماعة أتمنى أنكم استفدتم من هذه الحلقة، لا تنسون تعطونا زر اللايك وتشاركون القناة مع كل أصدقائكم خاصة المهتمين في هذا المجال. أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأتمنى أن سنة 2021 كانت سنة خير عليكم، وأتمنى أن السنة القادمة تكون سنة أفضل وأحلى ومليئة بالسعادة ومليئة بالصحة. إذا حابين تعرفون أكثر عن مهارة الهندسة الصوتية راح أخلي رابط في وصف هالفيديو عن دورة الهندسة الصوتية المجانية اللي أتمنى أنكم تشتركون فيها، وإن شاء الله من خلالها أقدر أتواصل وياكم بشكل أكبر. في النهاية أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة.